بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل الدرس السادس والعشرين من دروس دورة دوال الإكسل، وهنستخدم فيها أو هنعرف فيها دالة إف اللي هي شرطية، بس المرة دي دالة إف شرطية اللي هي المتعددة. دالة إف شرطية اللي هي متعددة يا جماعة هي نفس دالة الإف، ولكن هي عبارة عن دالة إف متداخلة. بمعنى صح، نتخيل الموقف دوت إن أنا عندي مجموعة من القيم، وبيقول لك إن إحنا عاوزين نكتب كلمة كبير مثلا اللي هي لارج، مش كده؟ لو كان القيمة اللي عندك دي أكبر من 30، ونكتب كلمة ميديم اللي هي وسط لو كانت القيمة أكبر من 20، غير كده هنكتب كلمة سمول. يبقى أنت عندك هنا أكتر من إيه؟ من شرط، تمام؟ أو لو أنت عندك مثلا اللي هو يعتبر الاسم والنوع وطبيعة العمل والراتب، وراتب بعد الزيادة، فبيقول لك ان انت ممكن تزود العامل ده 15% لو كان بيشتغل بدوام كلي، تزوده 10% لو كان بيشتغل بدوام جزئي، غير كده تديله 5% زيادة فقط لو كان متعاون او يشتغل عمل حر يعني. طب ازاي نعمل الكلام ده على الاكسل؟ تعالى نشوف كده. انا طبعا محضر اكسل شيت هنا، وبيقول لك هنا في الاكسل شيت باستخدام دالة اف متعددة الشروط اكتب كلمة كبير عندما تكون القيمة أكبر من كام؟ من 30، واكتب كلمة وسط إذا كانت القيمة أكبر من 20، غير كده تكتب كلمة إيه؟ صغير. تعال نشوف القيم دي ونختبر الكلام دوت عن طريق دالة إف المتعددة. هنفتح الكلام ده شوية، نمسح عندنا، وهنقول له يساوي، وهكتب كلمة إف بالإنجليزي عشان تطلع معايا الدالة، وافتح قوس. بيقول لك هنا دخل لي اللوجيكال تيست بتاعك. اللوجيكال تيست إن القيمة بتاعتي اللي هي هنا تكون أكبر من 30. اذا كانت اكبر من 30 هفتح احط علامة فاصلة منقوطة، واحط علامة التنصيص، وهكتب كلمة كبير، وبعد كده هنحط فاصلة منقوطة مرة تانية، وهنفتح دالة اف مرة تانية، وافتح قوس مرة تانية، واقول له اذا كان عندي القيمة دي اكبر من 20، تمام كده هفتح احط فاصلة منقوطة، واحط علامة التنصيص، واقول له وسط، وسط، واقفل عن التنصيص، تمام كده، وبعد كده فاصلة منقوطة، غير كده هيبقى ايه؟ صغير، صغير، واروح حاطط علامة التنصيص مرة تانية، اقفل القوس الاولاني واقفل القوس التاني واضغط انتر. فهنا بيقول لي هنا طبعا دي عشان اكبر من 30، فالمقاس بتاع الراجل ده كبير. تعالى نعمل علامة التعبئة تلقائية ونشوف هيكمل مع القيم ازاي. هتلاقي ان هو دوت علشان اصغر من 20 كتب لك صغير، ده اكبر من 20 كتب لك وسط، ده اصغر من 20 كتب لك صغير، وده اكبر واصغر من 20 وكتب لك ايه؟ صغير. كده الداله بتاعتنا ماشيه مظبوط، وادي عندك شكل الداله الشرطيه اللي هي متداخله هنا. تعالى نشوف الباقي تحت هنا. وبيقول لك هنا باستخدام دالة اف المتعددة احسب زيادة الراتب للموظفين، علما بأن الزيادة هتكون 15% من الراتب إذا كان العمل دوام ايه؟ كامل، 10% من الراتب إذا كان العمل دوام جزئي، و5% إذا كان غير ذلك. طيب نعملها ازاي برضو؟ هنيجي هنا ونوسع دي شوية، تمام، وهنقول له يساوي، وهكتب كلمة اف باللغة الإنجليزية، وافتح قوس، تمام كده، واحنا عايزين نشوف طبيعة العمل بتاعنا. اذا كان طبيعة العمل اللي هي دي تساوي، وافتح علامة تنصيص، دوام كامل، اقفل علامة التنصيص بتاعتي، هحط سيمي كولون اللي هي فاصلة منقوطة، واقول له اذا كان كده هتحسب لي 15% زيادة على الراتب، يعني 15% ضرب الراتب اللي هو ده، زائد كمان الراتب الأساسي اللي هو ده. كده أنا حسبت 15% وضفتها على الراتب الأساسي، فاصلة منقوطة، وأفتح دالة إف مرة تانية، إف، وأفتح قوس مرة تانية، وأقول له إذا كان الراتب إذا كان الدوام بتاعي اللي هو الخلياليات، تمام كده، تساوي، وأفتح علامة التنصيص بهذا الشكل، هتساوي دوام جزئي، تمام، واقفل علامة التنصيص بتاعتي، تمام كده، هحط فاصلة منقوطة، وهقول له الكلمة اللي هتتكتب أو القيمة اللي هتتحسب هتبقى 10% زيادة على الراتب الأساسي، ب10%، وأعمل علامة الضرب الراتب زائد الراتب الأساسي اللي هو ده، وفاصلة منقوطة مرة تانية، غير كده هنحسب كام؟ 5%، يبقى 5% ضرب الراتب الأساسي اللي هو ده، تمام، زائد الراتب الأساسي اللي هو إيه ده.
واقف القوس، واقف القوس مرة تانية واضغط انتر. هيقول لي الراجل ده طبعا دوام كامل فاعطى له 15%، الراجل اللي بعديه هيحط له 15% برضو، الراجل اللي بعديه هيحط له 10% بس، الراجل اللي بعديه هيحط له 10%، الراجل اللي بعديه لو متعاون حط له بس 5% والباقي 15%، وبعد كده 10%. طبعا كده خلصنا الحسابات وعرفنا ازاي نستخدم دالة اف متعددة. هي شكلها معقد شوية لكن هي بسيطة، يعني هي اساسا عبارة عن اكتر من اف داخلة لبعضيها. تمام كده. طيب بعد ما خلصت الحسابات بتاعتي بيبتدي الدور بتاع التنسيق. كل الحكاية اللي هنعمله ان انا احدد الخلايا عندي واعمل دمج وتوسيط، احط حدود، احط خلفية وليكن بالشكل دوت، او اصلا الكلام احط الخط على 14 عشان يبقى واضح. نفس الكلام هنا، احدد دولة، حدود، خط على 14، وبعد كده احط خلفيات وليكن بالشكل دوت. هناخد اللي فوق ديت نخليها مميزة شوية، نحطها مثلا بالشكل ده، وبعد كده نعمل دمج. ايه بتاع ده؟ هنعمل توسيط. تعالى هناخد نسخة تنسيق من فوق هنا، نحطه على ديت، نكبر شوية عشان تمضي فيها كده لسه. تمام. وبعدين نحدد دولة ونعمل لهم توسيط. اوكي، خلي الخط على 14، وبعدين نحدد الخلفية بتاعتنا او نحط حدود الاول، نحط حدود، وبعدين نحط خلفيات. وليكن مثلا ناخد خلفية زي كده، نخلي العلامة من فوق ليها خلفية مميزة وليكن زي كده، نخلي الأسماء ليهم خلفيات مميزة وليكن زي كده، والباقي دي هتبقى دي عبارة عن ايه، داتا تحرر بعض الدقايق الخلفية وليكن زي كده. بكده نكون نسخنا، وبكده نكون انتهينا من المحاضرة وتعرفنا على دالة اف متعددة الشروط اللي هي الدالة المتداخلة من اف نفسها، وازاي نستخدمها بأمثلة عملية. وان شاء الله نلتقي في محاضرة تالية بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.